أهلا بكم. قرر مجلس امتحانات السودان بوزارة التربية والتعليم تأجيل موعد امتحانات الشهادة السودانية إلى 12 من إبريل للعام 2020، وانعقد اليوم اجتماع مجلس امتحانات السودان بوزارة التربية والتعليم برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريف عوض الكريم. وقرر الاجتماع بعد نقاش مستفيض لموقف المقررات وظروف الطلاب، وحتى يتمكن الطلاب من المراجعة الكاملة والتركيز استعدادا للامتحانات، فقد تقرر تأجيل موعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية للعام 2020 من السبت 9 من مارس إلى الأحد 12 من إبريل للعام 2020.